السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في فيديو من أهم الفيديوهات، وهو إزاي تنشئ متجر مثالي احترافي متكامل. في حاجة بس ملاحظة، إن أنت لو معاك برنامج للملاحظات تاخد ملاحظات، أو معاك ورقة وقلم تكتب معايا، عشان ده مهم جدا. أنا هقول بعض النصايح والأسئلة اللي أنت لازم تسألها لنفسك، وإجابات الأسئلة دي مع النصايح اللي أنا هقولها هي دي الخطة اللي أنت لو مشيت عليها إن شاء الله توصل لمشروع أحلامك وتحققه. أول حاجة، أنت لازم تعمل تخطيط للاعمال. العمل ده انت عايز تعمل عمل خاص وتبدا شركتك الخاصه وتحقق احلامك. طيب، لازم تعمل تخطيط. اول حاجه، انت هتقدر تدي الشركه دي قد ايه من وقتك؟ يعني انت هتقدر تديها قد ايه من وقتك؟ ساعتين في اليوم، 3 ساعات في اليوم، ولا هتديها وقتك كامل؟ كامل يومك هتنفسته في الشركه دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هل رياده الاعمال هتناسب شخصيتك؟ دي محتاجة حد قيادي، محتاجة حد هيبذل مجهود وهيجيله إن شاء الله عائد كبير جدا. فدي حاجة أنت لازم تبدأ تفكر فيها وتحطها في حسبانك. تاني حاجة، لازم تبدأ تحدد أنت الأرباح اللي أنت متوقعها قد إيه؟ مثلا 1000 دولار في الشهر، 100000 دولار في الشهر، ولا 1000000 دولار في الشهر؟ مستعد تصبر قد إيه وتشتغل بجد لحد ما توصل ل1000000 دولار في الشهر؟ بعد ما تفكر في ده وتحط الخطه لنفسك وازاي تظبط حياتك مع العمل الجديد، الحاجه الثانيه تبدا تختار منتجاتك. انت ناوي تعمل عمليه تجاره الكترونيه وبيع لايه؟ ايه المنتجات اللي انت شايف ان انت ممكن تكون متميز بيها؟ هل في عندك منتجات يدويه؟ هل في عندك مصنع قريب تقدر تجيب منه منتجات؟ هل في موردين تقدر تجيب منهم منتجات؟ هل تقدر تختار منتجات معمولة بالدروب شيبينج من مواقع تانية، بس انت تقدر تختار حاجات فيها جودة او فيها شخصية واحدة تناسب العملاء مختلفة عن اي عميل تاني؟ فدي حاجة انت لازم تحدد ايه منتجاتك، تكتب قائمة بالمنتجات اللي انت عايز تبيعها. طيب، هتقول لي طب انا هعرف منين المنتجات دي الناس مهتمة بيها ولا لا، او هقدر ابيع فيها ولا لا؟ في ادوات كتير تقدر تساعدك على كده، منها جوجل كيورد بلانر. جوجل كيورد بلانر انت تقدر ان انت عن طريق الاداه دي تقدر تحط الكلمات الدلاليه المناسبه اللي انت بتخص المنتجات بتاعتك، وهي هتقول لك حجم البحث عليها قد ايه، وفي دول قد ايه، والمنافسه فيها قد ايه، عشان برضه تقدر تعرف هي صعبه ولا سهله، تقدر تعرف هي مطلوبه ولا لا. في ملاحظه بس انا نسيت اقولها، ان انا هحط ان شاء الله في الكومنتات واصله او رابط لكل الاسئله اللي انا بقولها دي، عشان تقدر ترجع لها في اي وقت وتقدر تشوف الاسئله او الخطه اللي انت ممكن تمشي عليها. طيب، تاني حاجه، ان انت بعد كده لازم تشوف مين المنافسين بتوعك، تدور على جوجل وعلى كيورد بلانر والحاجات دي، مين الكومبيتيتورز او المنافسين اللي بيشتغلوا في نفس المجال ده، ايه نقط ضعفهم. تكتب قائمه كده للمنافسين ونقط ضعفهم، وانت هتتميز عليهم ازاي في نقط الضعف دي، او هتقدم ايه جديد ليهم للمستخدم عشان يجي لك انت. فدي خطة لازم انت تحطها من ضمن خطة التسويق وخطة العمل او بزنس بلان بتاعك. تاني حاجة، ان انت لازم تبدأ تختبر المنتجات بتاعتك. ازاي تختبر المنتجات؟ انت دلوقتي خلاص عملت الخطة وعرفت هتدي قد ايه من وقتك، وعرفت انت متوقع ارباح قد ايه، وحددت منتجاتك وعرفت المنافسين وهتتميز عنهم في ايه وكل حاجة، خلاص تمام. لازم تبدأ تختبر المنتجات. لو انت مثلا المنتجات دي هتجيلك من مورد محلي، لازم تروح تشتري منها قطع او قطعتين تجربهم بنفسك، تشوف المنتجات دي جودتها عاليه، مناسبه فعلا، كويسه، سعرها حلو، التوصيل بيجي بسرعه. طب لو انت هتجيبها بالدروب شيبنج، تعمل برضه دروب شيبنج من الصين او من الدول الثانيه، تيجي المنتج عندك بيجي في قد ايه؟ حلو، التغليف بتاعه مناسب، المنتج نفسه جيد. طب لو التغليف مش مناسب، انت ممكن تعمل التغليف بنفسك، تجيب عندك ادوات تغليف، او تتفق مع مكتب يعمل لك تغليف، المنتجات تيجي من الصين يعمل لها تغليف، وبعدين تعمل شحن داخلي تاني. لو التغليف كويس اللي جاي لك من الصين، ممكن تتفق مع المصنع اللي في الصين يحط لك الشعار بتاعك على الغلاف، عشان كمان تبقى باين ان ده تبع البراند او الماركه بتاعتك. بعد كده لازم تشوف انت هتوصل المنتجات بتاعتك دي ازاي. هل انت هتستعمل دروب شيبنج؟ طب الدروب شيبنج بياخد وقت قد ايه؟ طبعا انت لازم تكون جربته بنفسك. يعني انا في عميل من اللي عندنا كان عايز يعمل دروب شيبنج من الصين بمملكه عربيه السعوديه، فجرب بنفسه ان هو يشتري المنتجات ويوصلها لمدن مختلفة، للدمام وجدة والرياض، يوصل بنفس المنتجات من الصين للدول دي، للمدن دي، ويشوف المنتجات وصلت بسرعة قد ايه، وخدت وقت ازاي، وطالعة جودتها عاملة ازاي، عشان يقدر يختبر بنفسه قبل ما يبيع لمستهلكين حقيقيين. فانت شوف انت هتوصل ازاي. طب لو انت هتعمل شحن داخلي بنفسك او شحن دولي بنفسك، ايه شركة الشحن اللي انت هتتعامل معاها؟
لازم تحددها. طب تشوف اسعارهم. تاني حاجه لازم تفتح حساب عندهم، لازم تفتح حساب في شركه الشحن. الخطوه اللي بعد كده المهمه ان انت تختار المنصه الالكترونيه اللي انت هتشتغل عليها، واللي هي هتقدم لك كل الخدمات، تربط لك كل الخدمات ببعض، وهتتم عليها عمليه البيع. لازم تبقى منصه الكترونيه احترافيه، فيها كل المواصفات اللي انت محتاجها، بتدعم اللغه بتاعتك، فيها دعم فني قوي يقدر يسندك. طبعا انا بنصح بمنصه اكسباند كارت، احنا عندنا كل المتطلبات اللي انا قلت عليها دي، وعندنا خبراء في التسويق الالكتروني يقدروا يساعدوك في كل حاجه. الخطوه بقى اللي بعد كده، خلاص انت عملت المنتجات بتاعتك، جربتها بنفسك، جات لك المنتجات لحد عندك، عملت الخطه بتاعت البيزنس بتاعك، كل حاجه تمام، وخلاص اشتركت مع منصه اكسباند كارت او منصه يعني تسويق التجاره الالكترونيه. الخطوه الجايه ان انت تبدا بقى تبني الستور بتاعك، تبني المتجر بتاعك. طيب انت هتبني المتجر ازاي؟ خلاص انت عندك المنتجات بتاعتك. لازم تبدا اول حاجه تعمل اسم تجاري. ايه الاسم التجاري بتاعك؟ لازم الاسم التجاري يبقى اسم مناسب يشد الناس، ولازم تبدا تختار دومين يتناسب مع الاسم التجاري ده. فتختار الاسم التجاري، تختار دومين او نطاق اللي هو حاجه دوت كوم. بعد كده تبدا تعمل بريد الكتروني على الدومين ده. وتاني حاجة تبدأ تسجل الاسم التجاري ده في الدولة اللي انت فيها، بحيث تبقى شركة مسجلة رسمية. كده انت بقيت شركة مسجلة رسمية، بقى معاك اسم تجاري، بقى معاك اسم دومين مناسب للاسم التجاري، بقى معاك ايميل او بريد الكتروني على الدومين ده. تاني حاجة التصميم، لازم تبدأ تعمل تشتغل على التصميم بتاع المتجر بتاعك. طبعا المنصات الالكترونية كلها فيها تصميمات كتير جدا، انت ممكن تختار منها اللي يناسبك. في حاجات مناسبة، في حاجات مش مناسبة، في حاجات ضعيفة. في منصة اكسباند كارت احنا عندنا تصاميم كتير جدا مناسبة، وعندنا خبراء في التصميم مصممين بيعملوا لك تصميمات مخصصة على حسب متطلباتك لو انت عايز. تاني حاجة احنا بنضيف قوالب او تصاميم جديدة كل شهر، بحيث ان هي تغطي كل الاحتياجات وتناسب كل الاعمال. طيب المهم ان انت تقدر تظهر التصميم اللي انت عايزه وتخصصه بالالوان بتاعتك، باللوجو بتاعك. الشعار ده مهم جدا، انك تقول الشعار ده مع الاسم، يعني بعد ما تختار الدومين والاسم التجاري لازم تعمل شعار او لوجو، ده مهم جدا ان انت تعمله. في ناس كتير بتعمله وتجيب شعار من على جوجل او من على الانترنت، بس ده غلط جدا. لازم الشعار يبقى بتاعك انت احترافي، لازم تروح مصمم جرافيك يعمل لك الشعار ده، ودي وممكن يبدا من تكلفه بسيطه جدا. احنا عندنا في اسمنت كارت في مصممين بيعملوا الشعارات دي لو انت حابب. طيب انت عملت خلاص التصميم بتاعك، اخترت الالوان، عملت اللوجو، طبعا كل ده مش انت اللي بتعمله، انت اللوجو مثلا بتديه لمصمم، التصميمات بتبقى تصميمات جاهزه من المنصه الالكترونيه اللي انت عليها، وبتبقى احترافيه وكل حاجه وخلاص. وانت كده عملت تصميم متجرك، عملت الشعار، عندك الدومين، عندك الاسم التجاري، عندك كل حاجه. تبدا بقى تشوف الخصائص بتاعت المنصه الالكترونيه اللي انت عليها. يعني مثلا لازم مبدئيا تشغل خاصيه الاس اس ال او شهاده الامان. لازم يبقى في شهاده الامان اللي هي بتبقى علامه اتش تي تي اس، علامه قفل كده بتبقى في الدومين فوق، لازم تبقى عندك، عشان دي بتزيد الثقه في المتجر بتاعك من عملائك، بيزيدوا الثقه فيها، فدي لازم تاخد بالك ان انت لازم تضيفها عندك من المتجر. لازم برضو تشوف العملات اللي انت هتدعمها، هل هتشتغل بالريال مثلا، هتشتغل بالجنيه، هتشتغل بالدولار، او الثلاثه مع بعض. لازم تحدد العملات اللي انت تشتغل بيها وتعمل لها ضبط في لوحه التحكم في المنصه الالكترونيه بتاعتك. تاني حاجه الضرايب، هل هيبقى في ضرايب معروضه قدام الناس ولا لا، انت هتعملها اسعارها مضمنه في سعر المنتج، برضو دي حاجه لازم تاخد بالك منها. برضو ايه طرق الدفع، هتقبل طرق الدفع ازاي؟ هل هتبقى مثلا كاش اون ديليفري، دفع عند الاستلام، ولا هتقبل الدفع باحد مزودي الدفع اللي اتكلمنا عليهم في فيديو قبل كده؟ برضه لازم لو كده هتشترك مع واحد منهم، تبدا عمليه الاشتراك والربط مع المنصه الالكترونيه بتاعتك. طيب انت كده عملت كل الحاجات المتطلبه في الاعدادات بتاعت المتجر، عملت التصميم، عملت اللوجو، عملت الخطه، كل حاجه تمام. تبدا بقى تعمل الصفحات العامه. يعني ايه الصفحات العامه؟ في صفحات عامه في المتجر ناس كتير بتغفل عنها، بس هي برضه تظل مهمه عشان تدي ثقه للعميل. زي مثلا صفحه عن الشركه، تكتب فيها معلومات عن الشركه، لو في تاريخ للشركه، لو في رؤيه معينه للشركه تكتبها عشان برضه الناس تثق فيها. وبعدين صفحه اتصل بنا، لازم تعمل صفحه اتصل بنا يكون فيها خريطه للمكتب، احد مكاتب الشركه، يكون فيها بيانات الاتصال، تليفون للشركه، لازم تشتري تليفون مخصوص للشركه غير التليفون الشخصي بتاعك، وهكذا. برضه يبقى في صفحات مساعده، زي مثلا سوق مثلا عامل صفحه مثلا ايه معلومات كيفيه الشراء،
بحيث ان اي حد مثلا بيجي يشتري وتاه او معرفش يعمل ايه، يشوف صفحه كيفيه شراء يعرف ايه خطوات الشراء. الحاجه الثانيه ان انت لازم تعمل صفحات زي صفحه سياسه الخصوصيه وصفحه الشروط والاحكام. دي بتبقى شروط عامه للمتجر بتاعك، للتجاره على المتجر بتاعك. الخصوصيه بتبقى خصوصيه في البيانات، الناس اللي داخله عندك دي حاجات بتطمن الناس، ومطلوبه على فكره من بوابات الدفع وبوابات الشحن انها تبقى عندك عشان يتاكدوا ان انت شركه رسميه حقيقيه ملتزمه. فتكتب الحاجات دي. طب انت مش هتعرف تكتبها عشان دي حاجات طويله وقانونيه وكده، ممكن تستشفها من احد المواقع الشهيره زي مثلا سوق، زي جوميا، زي وادي. تاخد تشوف هما كاتبين ايه وتحاول تستشف منهم حاجه مناسبه للاعمال بتاعتك. نيجي بقى لاهم نقطه بقى، اضافه المنتجات والاقسام. لازم تضيف المنتجات بتاعتك والاقسام بتاعتك في المتجر. فلما تيجي تضيفهم، طبعا انت لو اخترت تشتغل مثلا بلغتين يبقى لازم تدخل البيانات باللغه، ما ينفعش تدخل لغه واحده وتحطها في الاثنين. ده في ناس بتعمل كده بس ده مش صح، لازم تحط البيانات باللغتين طالما انت قررت تدعم اللغتين. دي حاجه. الحاجه الثانيه، هتدخل ايه بقى البيانات؟ هتدخل اسم المنتج، وصف المنتج، صورة المنتج الأساسية، وصور إضافية، وسعر المنتج، والسعر بقى بالخصم. هتقولي طب افرض منتج معلوش خصم؟ لا، حاول يبقى في نسبة كبيرة من منتجاتك عليها خصم، حتى لو مفيش خصم زود السعر شوية واعمل خصم حتى لو بسيط. لو مثلا عندك 100 منتج ممكن يبقى عندك مثلا 60 منتج عليهم خصم. طبعا الشركات الكبيرة كلها بتعمل كده زي سوق وادي وعلي بابا وعلي اكسبريس وهكذا. طيب الصور بقى بتاع المنتج، نيجي نقطة مهمة بقى، صور المنتج. انت صور المنتج ممكن تكون عندك وممكن تكون مش عندك، او ممكن تكون عندك صور بس جودتها قليلة، دي نبعد عنها خالص عشان الصور اللي جودتها قليلة بتقلل الثقة في المنتج. فلو انت عندك منتج مثلا زي ايفون، صور في صور احترافية كتيرة موجودة على الانترنت ممكن تستعملها مفيش مشكلة. انما مثلا لو جالك، لو انت جايب منتج من دروب شيبنج من الصين او من مورد محلي او حاجه زي كده وملوش صور احترافيه، لازم انت تعمل الصور بنفسك. اوعى ابدا تعتمد على صور مش احترافيه، غلط. لازم تعتمد على صور احترافيه بس. طب تجيبها ازاي؟ حتى تكلفه بسيطه جدا، هتجيب استوديو صغير جدا للصور. الاستوديو ده تكلفته ما بتعداش من 20 ل 50 دولار. انا حاطط لكم برضو الرابط في الدوكيمنت اللي في اللينكات تحت عشان تقدروا تستفيدوا منه. هتشتريها من 20 ل 50 دولار، استوديو تصوير صغير جدا هتقدر تصور بيه منتجاتك. بتحط المنتج وبيبقى فيه اضاءه فيه، بتصوره بالموبايل بتاعك من كذا اتجاه، بيبقى عندك صوره احترافيه جدا. ولو عندك مصمم جرافيك او حاجه زي كده يحط لمسات جماليه عليها بالجرافيكس او فلاتر او حاجات زي كده، يبقى كويس جدا، عملت صوره جذابه جدا للمشتري وحطيتها على المتجر بتاعك. طبعا ممكن الصور اللي انت بتصورها دي عشان انت اللي بتصورها وتعبت فيها وكده، ممكن تحط عليها علامه مائيه. في ناس، بعض الناس بيحب يحطوا عليها علامه مائيه، انا عن نفسي ما بحبش الفكره دي قوي، بس في بعض الناس بتحب تعملها، تحط علامه مائيه تحت صغيره كده او فوق على الجنب صغيره كده، بس تحاول تخليها صغيره، بلاش تكبرها وتخليها تبقى تبوظ شكل الصوره الاحترافيه. طيب انت دلوقتي خلاص ضفت منتجاتك وحطيت الكاتيجوريز او الاقسام. الاقسام برضو نفس المنتجات، تحط برضو اسم القسم، وصف القسم، ولو في صوره للقسم كمان يبقى كويس، بالعربي برضو بالانجليزي او باللغات اللي انت بتدعمها ايا كان. فانت كده خلاص حطيت اقسامك، منتجاتك، عملت تصميم، عندك دومين، عندك لوجو، عندك صفحات المعلومات بتاعتك، كده متجر متكامل احترافي مثالي. طيب هتعرف منين بقى ان في زوار جولك؟ لازم يبقى في عندك أداة بتديك تقارير كتير جدا عن المبيعات، عن الزوار، عن الطلبات، عن المنتجات الأكثر طلبا، المنتجات اللي ما حدش بيطلبها، الزوار بتوعك من أنهي دولة، من أنهي عمر، من أنهي اهتمامات. كل ده لازم تعرفه. ليه؟ عشان ده يخليك بعد كده تقدر تحدد، طب أنت هتعلن فين؟ طب أنت إيه المنتجات اللي تكمل فيها والمنتجات اللي ما تبيعهاش تاني؟ إيه المنتجات اللي تزودها وتعمل لها إعلانات ودعاية أكتر وهكذا. فده مهم جدا. طب انت تعمل ده ازاي؟ كل منصه الكترونيه فيها تقارير كتير جدا بتبقى موجوده فيها بشكل افتراضي. زي احنا عندنا مثلا منصه اكسباند كارت، عندنا اكثر من 30 تقرير موجودين ممكن تستعملها. ايه تاني بقى ممكن نعمله في موضوع ان انا اعرف الزيارات اللي جايه لي والحاجات اللي جايه لي وكده والبيانات واخد تقارير اكتر؟ مهم جدا 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 ان انت تشترك في حاجه اسمها جوجل اناليتكس. منصه جوجل اناليتكس دي من اشهر واقوى التقارير، منصات التقارير في العالم. دي الاشتراك فيها سهل جدا، بيديك كود صغير بتحطه في الموقع بتاعك. عندنا في منصه اكسباند كارت في مكان مخصص كده بتحطه، بعد كده بيتسجل الموقع بتاعك عندهم، بيدوك تقارير يعني قويه جدا 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 عن عدد الزيارات، عن العملاء بتوعك، عن الدول اللي جايين منها، عن الانترست وحاجات كتير جدا. تقدر ساعتها تتابع الحملات الاعلانيه بتاعتك بتجيب نتيجه ولا لا،
بتزود المبيعات ولا لا، بتزود الزوار ولا لا، وهكذا. نقول الخلاصه، احنا عملنا تخطيط ان احنا نعمل عمل جديد، عملنا بحث عن المنتجات اللي احنا عايزين نبيعها، عن المنافسين بتوعنا، عن كفاءه المنتجات اللي هتتباع قد ايه ومطلوبه قد ايه بجوجل كيورد وغيره. جربنا الفكره بتاعتنا ازاي، بان احنا اشترينا المنتجات اللي احنا هنبيعها دي بنفسنا وشفناها بنفسنا وجربناها. بعد كده عملنا بقى اسم تجاري وعملنا سجل تجاري وعملنا اسم نطاق وعملنا بريد على النطاق دون، وعملنا اشتركنا في منصه الكترونيه احترافيه تقدم لنا كل الخدمات عشان تساعدنا ان احنا ننجح. بعد كده عملنا التصميم بتاعنا، حطينا اللوجو بتاعنا، عملنا صفحات المعلومات، عملنا المنتجات بتاعتنا، صورناها، حطينا الصور الاحترافيه بس بتاعتها، حطينا بيانات المنتج، حطينا الاقسام. كده المتجر بتاعنا متكامل. وبعدين في الاخر حطينا الوسيله ان احنا نقدر نجيب التقارير ونتابع الموقع بتاعنا في المتجر، اللي هي التقارير اللي موجوده جوه المنصه زائد جوجل اناليتكس. بكده نكون عملنا متجر احترافي كامل بشويه انشطه بسيطه، هيجي لك على طول شويه مبيعات قليله، مفيش مشكله، هتكبر مع الوقت. الخطوه الجايه بقى اللي احنا هنتكلم فيها في الفيديو الجاي ان شاء الله، ازاي تجرو، ازاي تنمو. يعني انت خلاص عملت كل حاجه وجاهز ومعاك كل ادواتك، ازاي بقى تعمل نمو؟ هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولو في اي اسئله تقولي في الكومنتات. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.